السلام عليكم ورحمة الله بقناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. كل حال اليوم شوفوا تحليل تاع رفيق واحد اللي كان يتكلم كالم ماهوش كيما عادته، مع من؟ مع ناصر بويش اللي عندهم بزاف ما تلاقاوش في بلاطو. انا التحليل اللي حللوه حيرني شوية على كل حال، ولا غير حيرني. خليكم تسمعوا معنا الفيديو، من بعد نشوفوا واش نتكلموا على هذا التحليل اللي داروا رفيق واحد مع ناصر بويش. سمعتوا تحليل على الفريق الوطني وخلوه يريسكي بالتحليل ديالهم هذا. شغل الفريق الوطني ضد مباراة بوركينا فاسو اللي حتكون نهار السبت ان شاء الله بعد الظهر، يريسكي سمح يخلو الفريق الوطني يريسكي بالتتويج ديالو، سمح بالمرور ديالو للدور الثاني. تكون ذكي بزاف وتحوس، ما تحوش على الفوز. انا الماتش اللي يساعدني لارجومون، انا بوغ سي فيزوال، الماتش اللي سي اون فيزوال، وترمي القوه تاعك في اللقاء، ترمي القوه تاعك في المباراه الاخيره وتجوز جوز افيك. يعني تقمر رفيق كومون راك تقمر، يعني راك تقمر عليها. شتو خاوتنا الكرام ورفيق؟ قالوا لا لا راك انتيليجون يا رفيق. واش من الانتيليجونس جات في مباراه عندك لازم ترمي كل ثقه لك باش تربحها 3 ولا باش تربحها 1-0 او 2-0، تدي 3 بوان ديالك وتروح الاز 4 بوان تولي عندك. من بعدها مع موريتانيا نحب نقمر ولا ما نقمرش، ومن بعد ساهل. زيدوا سمعوا معنا الفيديو وعندنا تحليل اخر ان شاء الله. رفيق فيها حساب، حنا علاش قلنا علاش نلوموا شويه على المدرب؟ لانه حنا عندنا ستاف المدرب باسكو هو اللي ياخذ لا ديسيزيون. 45 مليون جزائري راهي عليه بصح لا ديسيزيون لو بيروفيا. حنا اليوم يخمم بلي هذه المباراه لو كان يريسكي فيها يخسر يبقى بان بوان، لا موريتانيا ممكن تربح لك مع انغولا يولي 3 بوان، يروح يجيري لك الماتش ماتشين ممكن هما يجوزوا الدوزيام. اي سي بوز تكون انتيليجون، هذه الدوره ماهيش عيب. لا حتى ولو تاخذ نقطه مع البوركينا فاسو عليك انك في داك راح تلعب في توقيت احسن تروزيام ماتش، ولازم تدخل افيك ليدي الا الفوز وحدودك تبقى كبيره. صح، افوا حنا خرجنا بالبيرمي تور 2022، اليوم نقولوا نجوز الدوزيام تور يكون اناكي، يعني يكون تحسن. اثنين، في اوقات سابقه وحتى اليوم قلت لك الاحسن انك تبقى في بواكي، ولكن المعطيات تغيرت. اليوم درنا ماتش نيل ممكن تصعب علينا التاهل. انا حبيت بالك الطموح، السقف الطموح تاعي كان عالي جدا، معليش اليوم بالمعطيات الراهنه. لكن نقطه تديها لبوركينا فاسو معك عندها حظوظ كبيره انها تكمل في المرتبه الاولى. لا لا انا ولا ما يهمنيش تكمل المرتبه الاولى، تمر الى الدور الثاني لسببين، لانه ظروف قاسيه جدا. اثنين، شفنا المجموعه تاع تونس ما فورسيمون تونس الهدف هو التاهل باسكو دوك بدا نحسب لك مالي تونس لا قبل كل شيء، ممكن تصيب ناميبي وكنا ناميبي خطيره جدا يعني. فاهم هذا في الفكره راني معاك 100%. تخمم قدامك نجوز ان شاء الله نجوز دوزيام، ما نجوش ميور تروازيام، نجوز دوزيام جو دي بلاس. لا تروازيام تعقد شويه، تروح في اورغانيزاتور تولي ماشي مليحه في نهاية الأمر. سي بوسا تحسب لو كالكول دوك لازم يفرض نفسه. لا راك في الحسابات. لا في الحسابات. لا أنا ما لمتش قوتي كلها مع بوركينا فاسو، ما يهمش ما لمتش قوتي. أنا نديفوندي فرنسا دا كوب دي موند وكان يديفوندي ويروح ما كانش يلعب. بصح جوز ليسونسيال تاع هذا كي يكون عندك الدفاع في المستوى هكا احتمر أنت جوز. إن فون جوز مع لا موريتانيا تلعب في توقيت أحسن بكثير، نرمي كل القوة تاعي مع لا موريتانيا ونجوز. ميم جو في ديباسي ماشي مشكل، اون باش في جيري ماتش بار ماتش. سي بور سا ريزون اليوم لومبرين تاع لونترينر اللي نسحقوها هنايا اليوم، سي هو لو ديسيدور. إن شاء الله ما يلعبش باش يعني يبين للراي العام انه لا لا يعني ستافاكس باركون دوش مع بوركينا فاسو. لا لا المره يخبي لي كارت، يخبي لي كارت تاعو ما تمشيش بهذه الطريقه. لا ما تقدرش تلعب بالفوز ديالك تومون، كيما قلت تدخل في عالم الحسابات. الحسابات سي كوا؟ ما نخسرش نقطه تكفيني، نقطه تكفيني وي ذهنيا. انا وقت مرهقه هذه كان نتكلم معاكم، هذه تولي مرهقه عمليه الحسابات وعمليه المرهق انك 90 دقيقه وانت تجري في عتلة تاع العشيه. يفو فوار اللي راحت لافريقيا تشوف الظروف المناخيه صعبه، راحت مصر. لا نبيل الا انت تفصل انت شوف. سمعتوا معنا الفيديو؟ والله العظيم غير دهشت وحيروني بويش ما في يتكلم كلام مليح عن تحاليل كذا. اليوم دخل في الطريق تاع هما حبوا يدخلوا روحهم في الحسابات. علاه ندخل في الحسابات؟ عندي مباراة ضد فريق بوركينا فاسو. بوركينا فاسو نسيتوا باللي لعب عنده 3 أيام من اللي لعب مع فريق موريتانيا، راهو مرهق. الجزائر تدخل خير منه فيزيكمون، لازم نجيب 3 نقاط، ما نحوش على النقطة. كيفاش ندخل روحي في حسابات؟ بيدي ندخل روحي في حسابات ومن بعد هايا موريتانيا وقفت لنا عظمة.
مش نولو حاصلين. انا من رايي ندخل نلعب نربح من بعد ريكوبيراسيون تكون مليحه للفريق الوطني وعندنا بنك احتياط جيد وجيد جدا نقدروا نغيروا لاعبين مع موريتانيا ونزيدوا نفوزوا بالمباراه نروحوا بسبع نقاط. علاش انا نحوسوا على الحسابات ولا نخلوها 1-0 ونلعبوا ديفونسيفمون؟ هذا ماهوش حل خاوتنا الكرام. انا واش نعرف كره القدم؟ نعرف تدخل تربح الزوج تاع العشيه ولا 12 تاع النهار ولا 11 تاع النهار، تدخل تربح تدي ثلاث نقاط وولي الحديث بقيه، تعاود تسنى وتعاود تريكيبيري مليح لي جوار تاعك. علاش دينا الطاقم الطبي لتما؟ علاش دينا دي سبيسياليست من تما؟ الدوله الجزائريه وفرت كل شيء كل شيء باش يعاودوا يسترجعوا اللاعبين ديالنا. نربح مباراه ضد منتخب بوركينا فاسو ونربحوا بجداره واستحقاق، ولما نطيح مع موريتانيا نحب نجيري الماتش 1-1، نحب نجيري الماتش 0-0، نحب نربح 3-0. انا يا الماتش تاع بوركينا فاسو لازم يتربح، ما كاش منها هديه نرمي روحي هنايا 0-0 ومن بعد نبقى نستنى استنى نزلنا ماتش دائما يطلعونا السكر. لا 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 لا، هذا التحليل تاع رفيق وتاع بويش تحليل غير منطقي بتاتا، هذا رايي غير منطقي بتاتا. التحليل هذا احيرمينا في حسابات تاع 1995 و96. شدوا كالكولاتريس ونبداو نستناو نتكهنوا واش دير موريتانيا مع انغولا. لا اله الا الله. لا انا عندي راي واحد في كره القدم، لما ندخل مباراه ندخل باش نربحها، يقولوا عندنا اربع نقاط رانا متاهلين باذن الله. لما تكون عندك اربع نقاط ماتش نيل يساعدك تولي تلعب على ماتش نيل الاز. تحب تربح ضد موريتانيا تزيد تربح تولي عندك سبع نقاط خاوتنا الكرام. علاش علينا ندخلوا روحنا في الحسابات وخليهم يربحونا وخلينا نجيبوا معاهم ماتش نيل ونلعبوا بلوك با؟ احنا من وقت الجزائر تلعب بلوك با؟ من وقتها وقت سعدان لعبنا بلوك با كانت هذيك هي طريقته 5-3-2 هذه هي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا والله ما عجبني هذا التحليل، هذا التحليل يدينا الهاويه، هذا التحليل للشعب الجزائري كله راه يستنى في مباراه بوركينا فاسو باش يشوف الجزائر كيفاش تكشر انيابها للقدام. وما تنساش باللي الحكام ضدك لما تلعب لما دير ماتش نيل مع بوركينا فاسو تولي بزوج نقطتين مدخلونا في الحسابات. ومثلا سما الحسابات اللي كنتو تحسبوا لهم يقولوا عندنا زوج نقاط وضد موريتانيا الله اعلم واش راح دير معاك موريتانيا. انا يا خاوتي الكرام انا نعرف الفوز ثم الفوز، احنا والفنا غير نفوزوا، ما نبقاوش هذيك نشدوا ماتش نيل والسنة ومع موريتانيا نمدوا كلش. نربح ومع موريتانيا لا كانوا عيانين لي جوار وعندنا بنك احتياط كما قلنا لاباس به، يقدر يجيب لنا مباراه بوركينا فاسو ومباراه موريتانيا. احنا واش نتمناو؟ جمال بالماضي يعرف يخير لاعبين، كاين دو تروا بوست لازم يتغيروا. احنا رانا كشعب جزائري حتى احنا عندنا حق الرد في هذا المنتخب هذا لمنتخبنا الجزائر لانه يحمل الرايه الجزائريه واحنا انا اولادها. واش نقولوا؟ عندنا رياض محرز على بالي ناس دوك تجي ضدي، لكن هذا ما هو ما الا رايي كما راي بالك من الجماهير اللي معنا في القناه. عندنا جمال بالماضي لازم عليه رياض محرز يسي كيفاش يقنعوا حتى ولو يلعب شوط ويدخل والناس انا مدبيه والناس يدخل اون تيتولار على الجهه اليمنى التم تشوف. وما وزاد جانا دوك بالليلي على بالي باللي بالشوط الاول اللي داروا راح يكون هو على الجهه اليسرى، في الشوط الثاني راح يدخل عموره 99.99% راح يدخل عموره على الجهه اليسرى. ما تنساوش السرعه تاع عموره في الانطلاقات ديالو، راح تكون عندنا مفاتيح عديده ضد مباراه بوركينا فاسو. ما تنساوش بونجا عاود ولا الفورمه ديالو، وان شاء الله بن طالب يريح يدخل انا مدابيا يلعب في هذاك المركز، يقدر يلعب بزروقي في هذاك المركز، زروقي على ما اظن يقدر يلعب في المركز تاع بن طالب لوقت ما. على كل حال على بالي دوك كاين اللي يقولوا لي فغولي احسن، لكن زروقي صغير ويحمل هذيك الحراره وهذيك الرطوبه يقدر يمد لنا. عندنا هاد لي تروا بوست اللي راهم فيهم شويه مشاكل، حتى بن ناصر ما راهمش يمد كما كان يمد زمان. على بالكم تم شهور ما لعبش من الاصابه، ما نعطوا له حتى لوم، وماذا بينا عوار نشوفوه اعطي له وقت اكثر من 10 دقائق، لانه باش يندمج لاعب تعطي له 10 دقائق لاعب موهوب مثل عوار لازم تعطي له ان طون دو جو كبير، حتى 40 حتى 30 25 30 دقيقه باش يقدر يدير لك لقطه او لقطتين. اكو شفتوه ضد جزر راس الاخضر خاوتنا الكرام، لعب ميليو دروا إلا فيد لا ديفيرونس افيك دو بيوت،
سما عوار يقدر يجي منه في الفريق الوطني. وهذه هي خوتنا الكرام هذه الحسابات تاع خلي ونجيبوا ماتشين، هذه غير حذفوها وحطوها اكوتي. الجزائر يوم السبت ان شاء الله اللي قلنا بالحيين ستدخل لتربح ليس لتعمل مقابله وكما يقول لك متعادله من بعد السنه نرمي كاعتقالي على موريتانيا. ما نامنش كما هذاك المثل اللي يقول اطلق ما في يدك وشد ما في الغار. لا 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 يا خويا، نشد لي راه في يدي ونهار اللي نلعب مع موريتانيا نزيد نلعب ونسيي نربح ونروح بسبع نقاط ونقول لما لا نكونوا احنا الاولين في المجموعه ديالنا. خوتنا الكرام هذا ما الا رايي انا لانه زميلي وقدامي هنايا قال لي رفيق واحد عنده حق، قال لك ما نلعبوش ما نرموش كاع ثقلنا في المباراه ضد بوركينا فاسو لانه عندنا مباراه اخرى شبه سهله كما راهم يقولوا شبه سهله نقدروا نداركوا فيها الوضع ونجيبوا ثلاث نقاط، سما نولوا زوج نقاط وثلاث نقاط خمس نقاط ونروحوا كوم دوزيام للدور الثاني. هذا زميلي كان واقف مع كلام رفيق وحيد وقال لي عنده حق، لكن انا رايي ضد واش قال رفيق وحيد وبويش، وانتم اعطونا رايكم هل واش قال رفيق وحيد نقدروا نقتضيوا به وتقتضي به جمال بالماضي او لا. هذه هي خوتنا الكرام، انا واش عندي نقول لكم، نقول لكم شكرا لكم، تابعونا في قناة عبدو سبور، فعلوا الجرس، سلام.